نحن جزء من هذا الشعب، وأنا نعيته في خطبة الجمعة على اعتبار أن القدس هي مرتبطة بإسماعيل هنية، وكان نعي عبارة عن دعاء للميت، وهو عبارة عن آية كريمة بالقرآن الكريم، هي آية كريمة، هي دعاء، وتوجه وتكتب لكل مسلم ميت، لكل ميت مسلم نقوله نفس الكلام. وبالتالي فأنا لم أقم بالتحريض. نعم، الناس كبروا حينما نعيت، هذه تعبير عن مشاعر لهم لا دخل لي بها، لم أقل لهم أن يكبروا. ومع ذلك بعد الانتهاء من الصلاة خرجوا بهدوء، لم يحصل أي خلل، دخل المصلون إلى الأقصى بهدوء وخرجوا بهدوء، وبالتالي ما في أي تحريض، ما في إخلال بالأمن. وقلت لهم أنا حريص على الأقصى، أنا أخطب أكثر من 150 عاما، وهذا العمر أكبر من عمر الذي يحققني، يحقق معي. وقلت له ذلك، قلت له أن عمرك أقل من 150 سنة، فأنا بدأت بالخطابة قبل أن تولد. لكن الشرطة كما قلنا لا تريد أن تطلق سراحي بدون مكسب لهم، فأبعدوني مدة أسبوع.